أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم يا وصمتكم، وراح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي إذا تشوفوها بأسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذن الأرقام الأربعة اللي موجودة بالأسفل. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم المخصص للبرنامج، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، برسالة مكتوبة عفوا، أتمنى تكون رسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر بالدقائق الأخيرة نقراها إن شاء الله من حلقة صوتكم ونعرف الرسالة جتنا من وين ومن منو. نبدي حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف التجاوزات على أراضي الدولة بسبب الفساد وغياب القانون، بحيث أنه منعت عناصر من الحشد العشائري بنينوى مديرية بلدية ناحية زمار من إزالة هيكل لإنشاء مطعم انبنى على قاع تتبع القاع الدولة، وتم البناء بدون موافقات رسمية. مصادر محلية بالناحية تقول أنه عناصر من الحشد العشائري اعترضوا طريق لجنة إزالة التجاوزات اللي تتبع مديرية بلدية زمار الموجودة شمال غرب الموصل. في أثناء محاولتها إزالة هيكل لمطعم انبنى تجاوز على قطعة قاع تتبع للدولة، وأضاف المصدر أنه عناصر الحشد أطلقوا النار بالهواء لما حاولت جرافة البلدية إزالة هيكل المطعم، لكن أكدت مخاطبات رسمية بين ناحية زمار ومديرية البلدية بالناحية عن تبلغ مراجعهم الرسمية بحدوث التجاوز على الموظفين في أثناء تأدية واجبهم الرسمي وعملهم. تعالوا نشوف. والله صورت، والله صورت، يلا لا زيلون تجاوز، يلا شيل التجاوز خليها يزيلون، يلا يلا لا لا اسحبوا الاقسام، اسحبوا الاقسام، اسحبوا يلا يلا اسحبوا الاقسام، يلا لا لا اسحبوا الاقسام، يلا 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 البلدية، يلا يلا تقرب 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 تقرب، يلا يلا خلي يسحبوا، يلا يلا. هذا الكتاب اللي تشوفوه بالبداية قبل هذا الكتاب، الكتاب اللي قبله يقول تجاوز على لجنة التجاوزات، وأردنا كتاب مديرية بلدية زمار 439-73-2024، حصول تجاوز على قطعة المرقمة هلقد مقاطعة هلقد بتلموس، وذلك ببناء هيكل لإنشاء مطعم، واستنادا إلى قرار 154 لسنة 2001 حضرت لجنة التجاوزات برئاستنا في محل التجاوز، وقامت قوة من الحشد الموجودة في المكان بمنعنا من إزالة التجاوز، وعندما قامت آلية الشفل بالتقدم لإزالة التجاوز قاموا بإطلاق عيارات نارية فوق الشفل وأعضاء اللجنة، نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الأستاذ أحمد جعفر عبد الرحمن مدير ناحية زمار، بما أنك مدير ناحية وكاتب كتاب رسمي أتمنى بس تجيب لك مدقق لغوي، أكو بها مشاكل لغوية هواية. هذا كتاب. الكتاب الثاني إلى مديرية ناحية زمار، الموضوع تجاوز، نود إعلامكم بقيام المواطن علي ياسين عزة بالتجاوز على جزء من القطعة المرقمة هلقد مقاطعة هلقد، وذلك ببناء هيكل لإنشاء مطعم، يرجى الإعاز برفع التجاوز وفقا للقرار 154 سنة 2001، مستشار قانوني مساعد عبد الله أحمد سلو مدير بلدية زمار 7/3/2024. عندنا كتابين، الكتابين الرسميات، الواحد الأول يقول إلى الناحية أبلغكم أنه أكو تجاوز على القطعة مرقمة هلقد بالناحية أو بالمقاطعة هلقد، والثاني يقول احنا رحنا نشوف التجاوز اللي تبلغتونا عليه لكن صار اكو تجاوز اخر من الحشد اللي موجود هناك. السؤال اللي ينطرح هناك، هي الدوله لها هيبه؟ لو الهيبه ما الدوله صايره خرخاشه، ممسحه مال رجلين، دواسه مال باب. اريد اسال هذا السؤال. احنا بالبلد عندنا قانون، لو القانون مالتنا كلينس يمسحون بوجههم. احنا بالبلد عندنا قضاء، لو القضاء مالتنا صاير عبارة عن روضة مال أطفال، يا هو اللي طب ويطلع بكيفه والقوي يأكل الضعيف. هاي التساؤلات لازم يجاوبون عليها مو اللي بالموصل أو المواطنين. فايق زيدان، محمد الشياع السوداني، الوزراء مالته، الوزراء الأمنيين، القادة الأمنيين، مجالس المحافظات، دول المفروض يجاوبون على هاي التساؤلات.
إذا أكو قانون بالبلد وأكو تجاوز على قطعة قاع ترجع للدولة، فغصبا مع الحشد وغير الحشد ينشال التجاوز ويرجع الحق لأصحابه. هاي رقم واحد. وإذا أكو سيادة للبلد فهيبة الدولة أول شيء بالبلد، هم يعني غصبا مع الحشد وغيره أنه كل شيء يرجع الحالة الطبيعية. أما في حال لا أكو سيادة ولا أكو قانون والبلد عبارة عن هيتة، يا هو يطب يتصرف بكيفه واللي يطلع يتصرف بكيفه واللي شايل السلاح يرمي بكيفه والموظف ما يقدر يتصرف بأي شيء لأنه اللي قدامه يخوفه، فهنا بحث آخر. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. عفوا، أول تعليق من إسماعيل النعيمي يقول القانون يطبق فقط على الفقير واللي ما مسنود، أما الباقي فهم فوق القانون. محمد صالح، أكو طرف ما أخذ حصته وإجا يزيل، والبلدية ليش ما منعت بناء المحلات اللي مقابل المركز اللي بني التجاوز، وليش ما عد تمنع بناء التجاوز على الحدائق و و و والأراضي التابعة للدولة؟ لو تطبيق قانون تكرجل. وعبد الستار مهند يقول شيء طبيعي كلش، السلاح هو من يحكم العراق ولا شيء يعلو فوق لغة السلاح. تحياتي للقانون العراقي. رياض الجرجري يقول الحكومة تضرب الحكومة، صاحب المطعم عندك واسطة قوية. هذا اللي دا يصير، لأنه احنا دا نحكي عن بلد عمره آلاف السنين، بلد علم البشرية كلها الكتابة، بلد انوجدت بتشريعات حامورابي، وعلى ضوء تشريعات حامورابي هنالك الكثير من القوانين اللي أخذها القانون الفرنسي وبنيت على أساس تشريعات حامورابي وأسس القانون الفرنسي. القانون الفرنسي اللي على ضوء الكثير والكثير من القوانين والأنظمة بالعالم بنيت عليه. هذا البلد اللي عمره آلاف السنين، بلد الحضارات، اليوم صار بلد الكلاشينكوفات، لأنه لا عندك دولة ولا عندك حكومة. لأنه لما تقول دولة رئيس الوزراء تحس للكلمة أكو هيبة. يعني مثلا لما تسمع رئيس وزراء بريطانيا مثلا وتقول دولة رئيس الوزراء تحس أكو هيبة للمنصب. لما تسمع رئيس وزراء دولة أو سلطنة أو إمارة في الخليج العربي وتقول دولة رئيس الوزراء تحس أكو هيبة للمنصب. لكن بالعراق من تقول دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني تضحك، لأنه فعليا أنا وأنت وغيري وغيرك يعرف أنه هو دولة رئيس الوزراء، هاي بحدها ذبب الزبل وبقي بس محمد الشياع السوداني، لأنه هو لا هو دولة ولا رئيس وزراء، لأن لا قادر يحكم وزراء ولا قادر يحكم البلد ولا قادر يأسس دولة، واللي قبله كذلك. محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم سادة السادة، حييكم وحيي قناة الرافدين البطل، ورمضان كريم يعود عليكم بالسلامة. حياك الله. ينتقم على الإطار الإرهابي الإيراني، أما هي وانا كدولة هم الميليشيات الحشد مسيطرة على البلد من الشمال للجنوب قسما بالله. هم مالاتهم بغداد، مالاتهم مطاعمهم بغداد، هي الجياعين كلها كلك يبلونها ويبيعوها للعالم قسما بالله. هم فطخوا العراق تفصيخ، هم دول الحشد الإرهابي الإيراني. هذا محمد الشيعة السوداني هذا حاطينه شلون لعبة يفرفرون به عشان هو طليان ما ترحب باربع طليان قسما بالله، هم يضيعنا ويرجع. انا مو يحكم دولة، ما يحكم بلد، دولة مع عصابات عمي تابعين لإيران، دولة الحشد الإرهابي وغيره وغيره قسما بالله هم تابعين لإيران، دولة ما عندهم لا ذرة احساس ولا غيرة ما عندهم. هو وشاع السوداني الإرهابي عمار الإرهابي دولة الخدعة الإرهابية، هذا العامل المجرم، دولة كلهم إرهاب عمك تابعين إيران يشترون بالعراق. خلي العراق عمي فطفوا للعراق، دمروا للعراق، ما نأسف العراقيين نايمين شو وقت تصحون يا شعب العراقي؟ شو وقت بلعين مخدرات وماكلين؟ عمي دمراكم ترى حتى بالمطاعم مخدرات قسما بالله، بالمدارس مخدرات، هم دولة التجار المخدرات تابعين للإحزاب قسما بالله، تابعين لهم يروضون للمدارس للكليات. تحياتي لك والقناة. شكرا لك أخ محمد. تراجعت الخدمات الصحية بشكل سريع بالعراق بسبب الفشل الحكومي من الاحتلال الأمريكي الغاشم لبلدنا الحبيب سنة 2003، سنة الشؤم والبؤس، إضافة إلى
الفساد اللي استشرى بعد هذا التاريخ وتخبط القرار داخل أروقة الحكومات المتعاقبة، ولا هو متخبط، هو تسليم القرار إلى دول الجوار، ويعاني القطاع الصحي تحديدا إيران، يعني حتى نكون صريحين إيران وأمريكا هن المتحكمات بالبلد، ويعاني القطاع الصحي بالعراق من تراجع كبير وانهيار أدى إلى حرمان ملايين العراقيين من الرعاية الصحية المستحقة لهم والعوائلهم. الفساد والفشل الحكومي أدى إلى نقص بالكوادر الطبية، أدى إلى نهب مخصصات الرعاية الصحية، إضافة إلى تخريب المؤسسات الصحية اللي كانت موجودة بالبلد. هذا كله دا يصير إلى صالح الفاسدين بالأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفذة سياسياً، وهم من يملكون حالياً المشافي الأهلية. مصادر سياسية أجمعت وهيئات دولية أنه نظام الرعاية الصحية اللي موجود بالعراق فاسد، ويعكس بشكل واضح فشل أسلوب الحكم والعجز عن التغلب على الصراعات السياسية اللي يعيشها البلد. نقيب الأطباء العراقيين جاسم العزاوي سبق أن شخص لنا الأزمة العاصفة بالقطاع الصحي العراقي أنه هي نتاج تراكمات السنين، فالمستشفيات ما بها خدمة، ما تقدم أي خدمة لازمة للمرضى. وقال النقيب اللي يحتاج القطاع الصحي بالعراق هو إصلاح وتطوير بشكل جذري، تأطر خطة علمية شاملة مدروسة يخليها أهل الاختصاص والخبراء حتى يذللون من التحديات اللي جابه قطاع الصحة بسبب الفساد اللي استشرى بالبلد من وراء عام 2003. أحد المواطنين اشتكى من الخدمات الصحية المتدنية بمستشفى البصرة التعليمي، ويقول أنه المستشفى تفتقر إلى أبسط المستلزمات الطبية. تعالوا نشوف هاي الشكوى. البصرة التعليمي، إلى متى هذا الجشع؟ عباس التميمي ما يريد توصل وياك المشكلة. جهاز ضغط ماكو بمستشفى، حالة طارئة، وكو حالات وفاة، وكو أطفال حوادث. يقول له جهاز ضغط ما عندي، جهاز ضغط واقف. يقول له الحل شنو؟ يقول له خليك براستو، إذا راسك فيها وجعك. بس نريد نعرف يا مستشفى البصرة، يا وزارة الصحة. جهاز ضغط، جهاز الضغط وجهاز فحص مرض السكري اليوم صارت موجودة في أغلب المنازل اللي بالعالم، وأصبح جهاز رئيسي موجود في كل منزل، وأنا عندي أهم بالبيت حتى تقدر تسيطر على اللي دا نشوفه من ضغط. هاي رقم واحد. بس مع المستشفى ما بيها جهاز ضغط ليش نفتحه حبيبي؟ عيني وزير الصحة، إذا المستشفى ما بيها جهاز ضغط أنت ليش وزير أصلا؟ أنت حاطيك حتى يطوك سيارات وحمايات وصافرات وطاطوط وتمشي بالشارع بكيفك ويسدوا لك الشارع وتروح لوزارة وترجع وراتبك الخنفشاري وبس؟ أنت حاطيك بس حتى يسموك وزير سيادة الوزير ويسووا لك لقاءات تلفزيونية ويجيبوك ويودوك ويحترموك وحماياتك والشخصيات وما أعرف شنو، أهلك يعيشون وابنك يقول بابا وزير صحة وبنتك تقول بابا وزير صحة بس؟ لو تروح تشوف هذني الأشياء، جهاز ضغط. واليوم أجهزة الضغط اللي موجودة بالعالم أكلها إلكترونية، والإلكترونية نوعين، المرفق وهاي المنطقة زين، وأكل زئبقي، والزئبقي هو اللي يفضلوه الدكاترة اللي يقول لك أضبط شغله من الإلكتروني، الإلكتروني من الممكن أن يخربط زين. فذني أجهزة موجودة، وأصور كلفة جهاز الضغط مو ديك الكلفة العالية. بس يا حبذا لما نقارن كلفة أجهزة الضغط ويا كلفة الأحذية الطبية اللي استوردتها عديلة حمود لما كانت وزيرة صحة، واللي كلفت الصفقة مع النعل الطبية اللي استوردتها للمستشفيات 5 مليون دولار، ما أعرف إيش قد قيمة أجهزة الضغط. نطلع من البصرة نروح للقادسية. نانا بالقادسية تحديداً، هذا المكان هو قضاء الشنافية، طالب أحد المواطنين أن يتم توفير مستشفى للقضاء، لأن القضاء يعاني من تدهور القطاع الصحي بصورة كبيرة بوسط تجاوز حكومي مستمر لهم، لأنه يضطرون أن يروحون إلى أقضية ثانية حتى يداوون. ويقول أن القضاء يفتقد إلى الخبرات الطبية بالمستوصف الطبي اللي موجود بقضاء الشنافية، ويقول
انه راح لاحد المستوصفات الطبيه قال لهم انه يعاني من الم بالقلب. تفاجئ انه هم نطوه دواء، بس الدواء ما له علاقه لا بالالم ولا بالقلب. تعالوا نسمع. ما عندنا، انا اتمرض يقول لي روح لابو سخير، قسما بذات الله يقول لا سولفيت جيب شاهدك وياك. انا هسه رحت لعند المستشفى قلت له ابوي عندي ضغط. عمو والله مشكله قسما بذات الله، عمو والله رحنا نموت تبهدلنا قسما بالله، من يسمع لنا صوتنا؟ بس الله يتنوع على الشنافيه وللقضاء هاي اللي صارت قضاء سالته وجاوبته. يعني انا عمي قضاء منسي. انا اقول له قلبه يوجعني عمي، قلبه يوجعني عمي، عندي قلب تطيني انت مع الراس وما نشله وما ابو ابوي. انا منين اروح؟ انا روح لابو سخير، انا بالشنافيه اروح لابو سخير يسوي تحويل، اروح للحمزه يسوي زين. انا بجيب 20,000 دينار اروح المنطيه لعيالي. انا رجال موظف وطالبنا ذاك اليوم بالسلم الرواتب العادله لكافه الموظفين بالنسبه للبلديات وهاي الشريحه المعدومه، وما حد يتنوع عنا عمي. لا ولايتنا عمي تعبنا، عمي تهدمت بيوتنا من السيارات وعاطلين عن العمل اكثر صارت. انت تريدنا اروح للشنافيه او اروح لل يعني اروح للحمزه او اروح للحمزه؟ بس سؤال، انت كان من فاتح مستشفياتك؟ ما يعطيك عم الدواء تريده انت. انتوا المستشفى من فاتحينه؟ هيك فاتحينها. ذاك الصوب انا قلت لهم والله، قلت لهم عم والله لو سووا لها كافتيريا ويبيعون بها لفات افضل قسما بذات الله. هسه طلعك على المستوصل مال ذاك الصوب بي كادر وبي طبيب وبي طبيبه، لكن انت من تجد العلاج مثلا دفتر قلت لهم اجى هنا الكادر الصحي مال الحمزه. احنا نريد قطاع، الشنافيه محتاجه الى قطاع زين. انا اذا ما عندي قطاع اروح اجيب دوائي من الحمزه، حبايات براسيتول اذا ماكو يقدر يروح اشتريهن منها من الصيدليه. مو ابرة مال ضغط ما عندي، اهلي انا بتنقل لي له اوكسجين يقدر يروح يشتري من الصيدليه. منين اجيب لك انا الساعه بثنتين؟ يعني يموت يا صيدليه الساعه بثنتين قاعده؟ ريت طوارئ استخفاف. يعني هاي قيمه، انا مرخصتك مرخصتك، يعني قيمه الانسان هنا ما لها قيمه، ما لك القيمه ولا لك الوجود. يعني اللي بده يسوي اللقاء ويا المواطن قال كلمه جوهريه، استخفاف بارواح المواطنين. فعليا استخفاف بأرواح المواطنين. من الأمراض الشائعة، ربي عافينا ويعافيكم، هي الضغط والسكري، أصبحت من الأمراض الشائعة الآن. والضغط هنالك الكثير من البشر مصابين بمرض الضغط، يعني الأدوية مالتها معروفة صارت، وفي بعض الأحيان تروح على طبيب يسوي لك مراجعة إلى الضغط الخاص بك لمدة أسبوع على ضوء المراجعة مالتك، يعرف عندك ارتفاع أو هبوط، على ضوء التشخيص يقدر ينطيك العلاج مالتك، والعلاج متوفر في كافة الصيدليات. بس أنت تروح إلى مستشفى يقول لك أنا بيا قلب يعطي باراسيتول. زين، تعطي باراسيتول، هو بيا قلب، يعني راس القلب مالته دا يوجعه تهدئ الهيا وتقول له اخلص. زين، ما اعطيته باراسيتول، اعطيته بانادول، ده تضحك على القلب مثلا؟ مره تطيب باراسيتول، مره تطيب بانادول، عليك الله بالمستوصف. مره ثانيه من يجيك عود تطيب بارول حتى تصير ثلاثتهن، وراها تطيب بروفين. يعني ما دا افتهم شنو الحاله. انت لما فاتح مستوصف وحاط بي كادر طبي وحاط بي طبيب وحاط بي ممرض وحاط بي معالج، المستوصف لازم اكو بي علاج، المستوصفات الطبية لازم أكو بيها شعبة طوارئ. أتذكر بالثمانينات عفوا، وهي انفتحت بالسبعينات، أتذكر والدي بلغني أنه أكو شيء اسمه العيادة الشعبية. العيادة الشعبية كانت موجودة، عيادة شعبية في كل منطقة، وبمنطقتنا كانت أكو وحدة. العيادة الشعبية بها صيدلية وبها دكاترة وبها ممرضين وبها أطباء خفر وبها صيدلية خفر وبها شعبة طوارئ. هذا مستوصف، عيادة اسمها عيادة شعبية، بس كانوا بها أطباء وبها ممرضين وبها مضمد وبها مجبرتشي باللهجة الدارجة دا أحكيها زين، وبها صيدلية وبها صيدلية خفر وطبيب خفر وبها شعبة طوارئ صغيرة. يعني في حال ابن المنطقة يريد يلحق على حاله أخذوه على السريع، اشتغلوا له اللازم إلى حين قدوم الإسعاف ونقلوه إلى مستشفى أكبر.
ويقول لك مستوصف انا اطب له قلبي وجعني يعطيني باراسيتول. مع الاسف الاستخفاف اللي دا يصير بالمواطن الى هذا الحد. الناس من شافت هاي الفيديوهات علقت رضوان المرشد يقول شر البلية ما يضحك، يقول له قلبي وجعني يطيح براس. حسن التميمي والله يا اخوي الصحة ما عندهم خدمات حاليا بالعراق، المريض ما عنده فلوس يبيع كل ما يملك. مشرق الفريج يقول مشكلة كبيرة وأزمة حقيقية، قطاع الصحة في العراق يحتاج إلى الكثير من العمل وبحاجة إلى أشخاص يهمهم العراق للتغيير. وسيد حسن الموسوي يقول مع الأسف المستشفيات في العراق أصبحت موطئ مرض وموت، لا مكان شفاء وعلاج، وذلك بسبب الإهمال المتعمد. من البصرة أم ياسمين حياك الله. أهلاً وسهلاً. هلا بيك. أي والله صدق، يعني أنا رحت أنا شوف أشتغل هم بالكوادر. نعم. بس وشفت يعني المستشفى كانت إحنا التعليمي هي المستشفى الرئيسي الأحسن بالمحافظة. نعم. هسه فتحوا مستشفيات أهلية. نعم. كل شبر مستشفى أهلية. نعم. فيا ترى الما عنده والمريض والتعبان وين يروح؟ وين؟ وكانت أدويتنا إحنا صيدلة، كانت عندنا صيدلة أدوية خاصة مالتنا. هسه حطت كلش نزلت. قاموا يجيبون أدوية من الدول منتهية ويفرغوها بمخازن أكو خاصة، يمكن أنا شاكة بهاي كأنك تروح مخازن عطى ساحة سعد منك كأنك تروح لزبون يحضنوها يخذونها أرقام جديدة وكلها منتهية. قاموا تتأذى وتسوي تحسس، شايف أكو مريضة تجي يطوها رأسا شنو بولتارين، أكو أبر زيتية ما يصير تنطى رأسا دايركت بالوريد بحيث المرض خربطت، ماكو شو جابوها زين تنفس داخل ولا داي صارت توفت. يعني انا اجيت نفس الشيء اجوا يريد يعطوني مش يابا، قلت لهم انا عندي تحسس وتعطوني هاي الاشياء كلها، قمت اخترق النوب. يعني اكو قطره تسوي تحسس، يعني هو دكتور خوش دكتور ومعروف وهذا، انا ضليت صافني شنو ليش هيك وصلني، يعني ليش هيك وصلني؟ كانوا عندنا اطباء الزينين الجيدين كلهم طلعوا. لو اكو فد نظام مستشفيات حكوميه متابعيها وخففين مستشفيات الأهلية شال ما عنده وين يروح؟ وين يروح إذا الفحص بخمسين مدري بخمسة وثلاثين وغير هذا بعد هاي المستشفيات الحكومية؟ يعني بيتعب وين يروح؟ وين يروح؟ ها يصير هذا؟ هذا بلدنا إحنا بلد الحضارات، بلد الثقافة والطب، شهادتنا تضاهي شهادة الخارج بالهذا صح لو لا؟ وعدنا إحنا هم قرايبنا أطباء ترى وهذا، وأنا اشتغلت يعني ذاك المرحلة والله 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 أكو إجت مريضة بحيث فحصوا الدم مالتها ما فحصوا عدل، رحت أنا المستشفى العسكري وهذا بالهذا مالت المصرف الدم ما حللت، هي عندها الدم نيجاتيف أو نيجاتيف أو نيجاتيف، يصير يطوها دم غير دم يطوها غير دم وبحيث تخربطت كلش. والله حتى الصيدلانية مدرم قل مختبر ابني محل تعجبت عليه قلت لي يوم ياسمين اتذكرت قلت لها ماما هاي طلع الدم مالتها اه نيجاتيف، شلون يطوها غير دم مو فصيلتها؟ رأسا احنا شلنا من عندها هذا المغذي يعني هذا الدم، حطيت لها مغذي طيت لها فتشي يمنع عنها شوية ها زين تحسنت. وصلنا يعني مواقع بالطب وبن الصحة يعني مو خوش ماكو اهتمام. فهذه هي لعبة دمار البلد من كل الجهات، أولا دمار البيئة خالص لا سكن لا هذا لا زراعة لا طب، يعني مبين هذا المحور الجاي بدمار العراق والله والله والله، جرائم واحد يحتال على الثاني واحد يمكر بالثاني، يعني ليش توصلنا بينا ليش تهريب تهريب هاي يجيبون التهريب ويأخذون الحوالات مالت شو اسمه المشاريع والهاي شو يسمونهم هذني بالمنافذ مناك على الفا وعلى مقصر سامعة هاي كلها ليش توصلنا بينا؟ مستشفيات مستشفى مفروض أدير بالي عليها، المكيفات التبريد ماكو كلها يعني ماي 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 حار بالشتاء أنا راح أتخابط ماكو ماي حار يغسل المريض ما يدافي حار. شكرا لك ام ياسمين، والله ما يصير يا ام ياسمين. وذكرتي نقطه يعني
على فصائل الدم هن ثمانيه، يعني اتذكر درس الوراثه بالاحياء اللي درسناه بالمدارس العراقيه لما كان اكو مدارس ومناهج العالم تقدر تعتمد عليها. او ماينص كان يسمى فصيله الدم الكريمه، انه ينطي للكل وما ياخذ الا من عنده. يعني تتخيل واحد، انا لا لي علاقه بالطب ولا اعرف الطب، معلومه اتذكر دارسها بالمدرسه، بس ما يجي واحد دارس الطب ويشتغل بمهنة الطب ما يعرف فصيلة الدم الأو ماينس من الأو بلس، هاي كارثة. فعجبا أرد أسأله فصائل الدم الثمانية تعرفهن؟ لا أرد لك إياهن. استمرار توافد العمالة الأجنبية اللي وجدت بالعراق فرصة ثمينة يشكل، خصوصا بقطاع الخدمي والنفطي، يشكل عبء اقتصادي على العراق وعلى العراقيين بسبب الأرقام المقلقة لمعدلات البطالة اللي دا تزيد. هذا كله بظل إقرار نقابة العمال بالعراق عن وجود 1,000,000 عامل أجنبي يشتغلون بالعراق بشكل غير رسمي، فما بالك بالرسمي. مهم، حذروا خبراء اقتصاديين من تبعات استخدام العمالة الأجنبية وما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية تنعكس بالسلب على الواقع الاقتصادي بالعراق. هذا كله دا يتزامن ويا ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة بين العراقيين. نبقى بنفس السياق، رصد لنا أحد المواطنين توافد أعداد كبيرة تعمل داخل المشاريع النفطية في محافظة البصرة وأخرى جديدة تم استخدامها في الآونة الأخيرة. تعالوا نشوف. شوف اللي هنو دوين يقول مالك عمال أجنبية، شوف العمال الأجنبية، شوف 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 العباس هذا سرب، شوف شايف النمل مثل النمل. هذول بعدهم بجنطهم، ها ها هذا النود، ها ها بعدهم بجنطهم، ها ها روح. يقول لك هذا هندي تازة بعده بالنايلون استوى جاي. شدا نحكي احنا؟ شدا نقول؟ ويطلع لك يقول لك نسبة العمالة 50 إلى 50. إذا أكو 1,000,000 عامل أجنبي غير شرعي، بالمقابل إيش قد أكو شرعيين؟ وأتمنى وزارة العمل أنه تطلع لي الأرقام الرسمية ليد العاملة الأجنبية وإيش قد أكو بالمقابل من العراقيين مقابلها في الحقول النفطية. يعني قدام كل واحد لازم أكو 2 أو 3، مو تعين لي واحد بواحد، هاي المعادلة ما مقبولة. على الرغم من كلام الناشطين والمهتمين والحقوقيين عن مساوئ استمرار الحكومة ووزارة العمل باستخدام المزيد من العمال الأجانب، لكن على ما يبدو أن هاي المناشدات والدراسات ما تأخذ مداها وصداها بأروقة الحكومة، لأنه لو كانت الحكومة مهتمة بها وبقانون العمل لوجدت ضالتها بين الشباب العراقي وعينت منهم حتى يسدون النقص الحاصل بحال وجود شواغر وراها تتوجه إلى اليد العامل الأجنبية. لكن العكس هو صحيح، عندنا الأجنبي مفضل والمواطن متروك على صفحة. نانا عندنا أحد المواطنين رصد لنا استخدام عمالة أجنبية جديدة للعمل في مصفى الشعيبة بمحافظة البصرة. تعالوا نشوف. عم والله كريم عليك وكريك، ليش يا جريش؟ والله جريمة الغران، جريمة زين لا لا الغران جريمة هاي. جريمة هاي. شبابنا وخريجينا يتظاهرون كل يوم وبكل مكان، كل محافظة من محافظات العراق، بمحاولة منهم أن يضغطون على الحكومة والمجالس المحافظات، بل كت يلتفتوا لهم يعينون من عندهم الشم واحد ويلقون فرصتهم بالعمل ببلدهم حتى يقدرون يعيشون يحسنون من مستواهم المعيشي. لكن هاي اللحظة الوعود الحكومية هي عبارة عن وعود على ورق لا تسمن ولا تغني من جوع ولا إلها أي وجود أصلا على أرض الواقع. وبهالخصوص عندنا مواطنين يشكون من أعداد العمالة الأجنبية بالمشاريع النفطية بمحافظة البصرة بوقت ترتفع بمعدلات البطالة بين الشباب. الله وكيلك ما ينحسبين كين أول أجانب، كين أول أجانب، عن موت العراقيين، وين العراقيين؟ مطلب العراقيين مطلب.
يبطون بالعراقيه وشلون بالهنود الباكستانيين. والله باكستان كله غلط. هاي المنشآت مالتهم. أنا ولا بس الهنود. والله جديات بس بعد الباكستانيين. تلقى هذا المواطن ده يصور فاتح الجامع يقول له أنت عراقي، يقول له نهي بابا نهي. هاي الأعداد اللي إذا تشتغل بالعراق اليوم، هاي الكميات اللي إذا تشتغل بالبلد. ورواتبهم العالية ومنشآت النقل وتذاكر الطيران، إضافة إلى أنه دولة دي يخرجون عملة صعبة من البلد، دولة دي يأخذون من عندك فلوس يدزون إلى بلدهم. أنا مو ضد، أرجع وأقول مو ضد أن يتعين الأجنبي ببلدي، لكن عين أبناء البلد، اخلص من كل أبناء البلد. ساعتها لما نشوف أكو شواغر قل له تعال هلا بيك وعالرأس. وصارت قبل، صارت قبل، أنا أحكي عن شغلة أعرفها. مثلا أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد عينت أبان الحرب العراقية الإيرانية ممثلين مصريين، هاشم النحاس وكرم مطاوع درسوا بالأكاديمية أبان الحرب العراقية الإيرانية، درسوا فترة معينة وراحوا جو الأساتذة العراقيين رجعوا وكملوا. وأكو هواية اختصاصات كانوا بها أجانب يشتغلون، بس بالمقابل عندنا هواية ما عندنا بطالة كانت. أما اليوم البطالة تصعد 40 و50 و60% من نسب الشباب العراقي، وأنت جايب لي أجانب يشتغلون ويتنعمون ونقل وجملونات وأكلهم مرة شفناه بمطاعمهم مشلون ورواتبهم مش سمعنا شقدية. هاي مصيبة. وأنت هذا كله اللي نطلعه إحنا وغيرنا من القنوات والشباب دا يحجون ودا يظهرون أبواب الشركات النفطية وينضربون من القوات الأمنية، وترجع تجيب لي عمالة أجنبية جديدة. بس أقولكم ليش؟ أكو فيديو طلع هنا بهالشاشة وأنا قدمت الحلقة بيومها. قال اللي دي يصور الفيديو، قال المسؤول اليوم بالعراق ما يعين العراقي لسبب، لأنه العراقي ما راح يطول راتب اللي يطول الأجنبي، هاي رقم واحد. والعراقي يريد راتب حتى يعيش لين ما عنده راتب، أما الأجنبي يطول 60 و70 ورقة، ومن كل موظف المسؤول اللي عينه يأخذ 10 إلى 15 ورقة، فمن الأجنبي راح يستفاد أما من عندك ما راح يستفاد. هذا اللي قاله أحد الفيديوهات. علي الزمان يقول منو اللي جابهم؟ منو اللي انطاهم موافقات دخول وعمل بالعراق؟ شو إحنا من نريد شغلة مثل العالم ننذل وألف شغلة ودائرة تروح حتى تختم وتجيب أوراق وبعدين يقول لك نتصل بيك؟ والله بلد عجب عجب وطن عجب. وعلي العقاب يقول العيداني ومدير مكتب التشغيل شركاء بالفساد ودمار شريحة الشباب. أبو حمزة البصري وين نواب البصرة؟ عليكم بمتابعة الموضوع ومحاسبة من يأتي بالعمالة الأجنبية وعايفين شباب البصرة بدون عمل. وأمل النيس يقول هسه يابا ما يخالف بس شغله العراقي وخلي العراقي هو المسؤول. أكثر الدول يجيبون عمالة لشغلات حتى مواطنيهم ما يشتغلوها، تنظيف شوارع يعني بالعراق صار الأجنبي هو اللي يحكم والعراقي قاعد بالشمس بس يريد أي شغلة. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. أبو علي من واسط حياك الله. السلام عليكم أستاذ عسل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لجمهور الرافدين كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. وانت بألف خير. تعالى أن يتقبل طاعاتنا ويستجيب دعائنا في هذه الليالي المباركة ما يخلصنا من هالزمرة الفاسدة الموجودة في البلد وطاقم البلد. اللهم آمين. آمين. أستاذ عسل هذا بالنسبة من يجيب عمالة خارجية يعني إيش قد راتنا؟ راتنا خلنا نقول أقل شيء 200 دولار. 200 دولار تساوي 300,000 دينار. هي نفسها مالت الرعاية الاجتماعية اللي ينطونها للشباب. بس أبو علي أنت متأكد 200 دولار؟ أنا أقول أقل شيء أستاذ. المعلومات تقول الرواتب من 60 إلى 70 ورقة. خلينا أقول أنا يعني 200 دولار. وياك تمام نفرض. تمام. فهذا 300,000 دينار اللي تنطيها للمواطن العراقي باسم الرعاية الاجتماعية. ينطيه إياه باسم راتب حتى يتعلم صنعة ويكسب خبرة ويصير عنده شهادة خبرة. راح يطور نفسه ويقدر حتى من يريد يشرد من البلد اللي مثل ما يصير بشبابنا الآن من يرجع عنده خبرة. لكن ليش هم يجيبون العمالة خارجية؟ الأسباب لأن أغلبية الأحزاب الموجودة حالية والأحزاب الكبار عندها مكاتب مع الدول الشرق آسيوية اللي العمالة يرضون برواتب قليلة
فهم ياخذون الفرق بين الرواتب بين اللي ينطون اياه وبين هو اللي يحصل عليها. وطبعا هو يجيب ابن يجيب للشركه الموجوده بالعراق يفرض عليها انه راتب الموظف هذا على سبيل المثال $1,000، بينما هو يجيب الموظف هذا ويشغله ب $200 أو $300 وياخذ الفرق له. هو يعتبر مثل السمسار، مثل اللي يجيب بضاعه. نعم. فاحنا اليوم يعني احيانا ما نلوم الشباب ان يوقف ويعتصم برا ويسد الشوارع يقول وقفوني. يعني بلد يعني اكو بلاد استاذ اسل ما عندها موظفين، تجيب عماله مثل ما ذكر تجيب عماله من الخارج. طيب ابو البلد يقول وقفوني وانت تجيب عماله من الخارج؟ القانون قانون العماله تجي من الخارج لسببين، يا اما انت عندك ما عندك عماله موجوده وما البطاله زيرو، هذا واحد، او انه موظف عندك ياخذ راتب يعني $15,000 وانت تجيب العماله ب $10,000 وهذه ما تلام بها. لكن احنا المواطن العراقي يرضى ب 300 يرضى ب 500,000 دينار بس شغلوني، وانت تجيب عماله ياخذ $1,000 يعني 1500. ابو علي ابو علي مليون. والدي دكتور جامعي، استاذ جامعي يملك شهاده دكتوراه من جامعه بغداد، لما صار الاحتلال وراد يشتغل في احدى دول الجوار تحديدا المملكه الاردنيه الهاشميه، كان الجواب دكتور حياك الله لكن نشوف الموجود، عندنا بديل لك من الاردني عيننا، ما عندنا بديل، حياك الله وتشتغل. ابو علاوي تسمعني استاذ عسل؟ ايه فاقول لك بالدول هذا هو بناء الدوله، يجي مديريه الافراد تقول انا ايش قد محتاج مثلا دكاتره اطباء اكاديميين، ايش قد محتاج؟ عندي النقص، حشاكم النقص، انا اسده بعماله وافده، بس ما مو اطلع ابن البلد واعين واحد وافد موجود. صح. لكن هذه دوله تشتغل استاذ عسل، احنا ما عندنا دوله، احنا عندنا سلطه، ناس متسلطة على شعب، مو حكومة هذه ولا دولة. لكن نسأل الله في هذه الأيام الفضيلة أنه يخلصنا من هذه الزمرة الفاسدة ويحفظ العراق والعراقيين. شكرا لك أبو علي. أنا عندي مقترح بسيط، إذا الباكستاني والهندي والإيراني والأفغاني والصيني والياباني اللي يشتغلون في الحقول النفطية فرضا راتبه 60 ورقة، وقلنا فرضا أنه هم 1,000,000، عملت الطول للمواطن العراقي أو الشاب العراقي أو المهندس والخريج 60 ورقة، قسم راتب أي هندي إذا راتبه 60 على 4، ف 15 ورقة أنا أضمن لكم الشباب العراقي راح يقبل. 1,000,000 كل موظف بيهم باربع موظفين عراقيين، هاي 4,000,000، وقيس على هالمنوال انت ايش قد راح تقدر تعين، واني كفيل بضمان هاي الخطه لو فكرتوا بها. شوارع العراق والمحافظات العراقيه تشتهد ازدحام واختناق مروري مو طبيعي بشكل يومي، خصوصا يم التقاطعات المروريه ونقاط التفتيش المنتشره بمعظم المناطق. هذا اللي خلف ضغط نفسي على المواطن، هذا اللي خلف عن ضياع وقت خلال انتظار طويل بطريق الوصول إلى أماكن عملهم أو دوائر حكومية أو منازلهم، دوائر حكومية اللي تقدم خدمات مختلفة منها. بغالبية الأحيان يتحايلون المواطنين حتى يوصلون متأخرين باللجوء إلى بدائل مختلفة، لكن يظل غير مجدية بما يكفي في مواجهة الأزمة. أحد المواطنين ينتقد الفوضى المرورية بمحافظة ذي قار غرقها بدوامة الاختناقات المرورية بسبب عدم وجود برامج حقيقية لفك الازدحامات المرورية اللي تستنزف منهم وقتهم، بل يتعدى هذا الشيء أنه من الممكن أن تكون أداة قتل للمواطنين في حال تعطل سيارات الإسعاف في الازدحامات، عدم قدرتها على الوصول إلى مستشفى ونقل المرضى في الأوقات الحرجة. تعالوا نسمع هاي الشكوى. طبعا خطية هذا البريد هسه على ما يوصل للمستشفى ميت بسبب الزحامات، 4 سنوات صاروا يصيحوا الاعمار اعمار ذي قار رقم واحد بالاعمار، واحنا يلا وكلك شوارعنا ما شوفت عندكم هذه الزحامات بالمستشفى القلب نبات عمر صوب الشعبيه، هذه الزحامات لان ماكو مشاريع فك اختلاف، ماكو مشاريع استراتيجيه يا ناس يا عالم صحني وقلني ماكو اعمار حقيقي، هاي النتيجه. اطيب الاسعاف هذا بني ضماك هسه طفيها ما تفيدك حتى صيتيه تعبت. هنا ما اعتب بس على الحكومه، هنا اعتب على المواطن. عيني اخوي قتل لدى السوق، اكو 3 سيارات
إذا سمعت الصافرة مالتهم في كل بلدان العالم إلها الأولوية، سيارة الشرطة، سيارة الإطفاء، سيارة الإسعاف. ما دام سمعت الصافرة مالتها هي مستعجلة، أكو حالة طارئة، أكو في بعض البلدان سيارة الإسعاف والإطفاء والشرطة إذا سمعت صافرتها توقف على جانب الطريق وما تتحرك إلى أن تعبرك، وبس تتحرك الغرامة المرورية تجيك ركض. فأنا هنا أنا ما راح أحكي ويا الحكومة لأن تعبنا من أحكي ويا الحكومة، أنا راح أحكي وياك. لما تشوف سيارة مال إسعاف وخر، أنت افتح طريق اللي قبلك، واللي قبلك يفتح طريق للي قبله، واللي وراك يفتح طريق للي ورا، بحيث تطوها مجال تعبر وتروح، لأنه هاي شايلة روح. أما عندنا أحد المواطنين اللي أبدأ امتعاضهم من الاختناقات المرورية بقضاء شط العرب محافظة البصرة، ويقول أنه وراها جهات حكومية قطعت بعض الطرق حتى ينشؤون طرق أخرى بدون توفر خطط بديلة لتنظيم السير، ما أغرق القضاء بدوامة الفوضى. تعالوا نشوف. جسر خالد ازدحام حقيقة غير طبيعي نهائيا، يعني اللي هو ممتد من الغازية إلى سيطرة جسر خالد، والعكس أيضا ازدحام ما إلى أي حل. الجايين السير يعني مقطوع بسبب أنه النازل من جسر خالد ماخذ كل السايد، واللي طالع من الجزيرة ماكو حل، أنه قبالة مغلق الشارع مثل ما جاي يشوفون. احنا كل احنا نعرف انه اعمال تبلية الطبقة النهائية لشوارع جزر الاربعة. احنا نوجه رسالتنا الى قائم مقام شط العرب، سيد العزيز انت لما ما اعلنت وتبشر الناس وتريد تعتبره انجاز انه راح يتم قطع الشارع لاغراض التبليط، اوكي ما حد يعترض، واحنا من الداعمين لهذه المشاريع، واحنا اللي جبنا هاي المشاريع، والجماهير هي اللي ظاهرت وهي اللي جابت هذه المشاريع للجزر الأربعة وشط العرب، ما حد ينكر هذا الشيء، ولا حد اليوم يصادر جهود المواطنين. لكن انت لما ما تعلن باعتبارك كأعلى جهة إدارية في قضاء شط العرب، هل وضعت الحلول؟ اتصلت، احنا جايين نوجه لك سؤال كمواطنين، اتصلت بالقوات الأمنية وانتشرت مفارز للمرور في جسر خالد؟ مرور هاي موجودين، يعني ثلاثة أربعة موجودين، يعني الكل شافهم. اليوم المفروض استنفار تام لدوريات المرور، أقل شيء فد عشرة على الجسر خالد ينظمون السير اليوم. هذا الحال إذا تشوفوه بالبصرة، هذا الحال مو بس ببصرة، واللي شفناه بذي قار مو بس بذي قار، هاي كل شوارع العراق اليوم أكو بيها زحامات واختناقات مرورية بسبب هواية أمور موجودة بالبلد. جميل مالك يقول نفتقد للتخطيط والتنظيم، المواطن هو الضحية بسبب سوء الإدارة. مصطفى التميمي لا حول لهذا القضاء، مع كل الأسف الجسر الإيطالي مزدحم دائما، جسر الشهيد كنعان كارثة، الكوارث دخول وخروج بسبب الكورنيش، وجسر خالد فوضى دون تنظيم، والقضاء عبارة عن سجن ولا من سامع ومجيب لأهل القضاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. والإنجينير زين العابدين يعقوب يقول تقصير من المرور 1000%، كل دورياتها مع الأسف ما تحلو، أنا أشوف عيني بس يتفرجون. ومسلم عقيل يقول والله أنا بالازدحام أفكر كون ماكو حالة طارئة ولا حالة ولادة، كارثة تصير، شنو ذنب الناس والناس تعبانة من الدوام؟ هذا حال الناس بسبب الازدحامات المرورية. سلط قسم التواصل الاجتماعي قناة الرافدين ضوء على استقبال العراقيين لشهر رمضان المبارك اللي احنا به اعاد الله علينا عليكم باليوم من البركة، ابرز العادات الاصلية اللي تعود للعراقيين عليها الا انه اللي تعودوا عليها، لكن اليوم اكو مناغصات واجهة المواطن ويا دخول الشهر الفضيل. تعالوا نشوف هذا الانفوغرافيك.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. هاشتاغ أطفال غزة يواجهون الموت، هذا الهاشتاغ اللي تصدر ترند منصة اكس لهذا المساء، واليوم جبنا لكم بعض التغريدات. نبيل عثمان يقول: حرب التجويع والحصار مستمرة على أطفال غزة من قبل الاحتلال الصهيوني الفاشي، أصبح حلم الأطفال في غزة في رغيف خبز. آمنة ياسين: أمة المليار عجزت عن أطعام أطفال غزة وتركتهم يموتون جوعا، قلوبنا تبكي دما، والله ماذا سنقول حين نسأل غدا. ثائر السرطاوي يقول: أطفال رضع تفقد حياتها بسبب سوء التغذية، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول قادر ومتخاذل. مصطفى جياد: ما هي جريمة الأطفال المضطهدين في غزة؟ هذه ليست حرب، إنها إبادة جماعية. هاشتاغ أطفال غزة يواجهون الموت، كانت هذه التغريدة وغيرها من التغريدات على هذا الهاشتاغ. رسالة واحدة تقول: أليس من المفارقات العجيبة أن تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن وتمنح حق النقض الفيتو إلى جانب الدول الأربعة الأخرى، وهي التي أبادت شعوبا وقبائل، دمرت مدنا وقرى عن بكرة أبيها في اليابان وفيتنام وأفغانستان والعراق، وها هي اليوم تبيد غزة العزة. فعلا إنها لمفارقة عجيبة أن يلبس المجرم جبة القاضي وينتظر منه تحقيق العدل بين الجاني والمجني عليه. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الجمعة، انتظروني، في أمان الله.